شايفة كده ان الواحد بعد الريفيو ده يعتزل المهنة على طول، وان انا والعيال نقعد نغني الاغنية دي بعد الفيديو ده. الواحد يعني فعلا حاسس ان هو ايه، انا ركيزة الضرب اللي بنت الاصول، وانا زغلول العشماوي ابن ابو زغلول. انا ركيزة الضرب اللي بنت الاصول، وانا زغلول العشماوي ابن ابو زغلول. الزغلولة الصغننة دي زعلانة عشان هي بس اللي عايزة تبعت لكم قبلات. حطي اللايك واشتركي في القناة احسن لك، واتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. لايك كومنت شير سبسكرايب، هقتلكم اشتركوا هموتكم. باي. انا بوريكوا اهو البوني بتاع الشاور على الطبيعة عشان تعرفوا ان احنا مختلف عن الاخرون. كل حاجة على الطبيعة. ها بعد الفيديو ده هنعتزل المهنة، مش هنطلع على اليوتيوب تاني. هو كان ناقص حاجة واحدة بس عشان اكحلها واجيب درافة، ان كنت اترص واقعد جنبيهم عشان ابو العيال يطردنا كلنا من البيت جامعة. تفتكروا لو كنا عملنا كده كان هيبقى طرد ام ترحيل؟ انا بكينام وانا واثقه في نفسي، واثقه في نفسي. ايه الكم القلاطه والانشكاح اللي العيال فيها دي يا جدعان؟ انا ركيزه الضرب اللي بنت الاصول، وانا زغلول العشماوي ابن ابو زغلول. انا ركيزه الضرب اللي بنت الاصول، وانا زغلول العشماوي ابن ابو زغلول. حطي اللايك. احب اقول لكم في بدايه الفيديو، اخضر اصفر بنفسجي، حط اللايك لا تستحي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حط اللايك. دقت ساعة العمل، ضحكنا كتير، نخش بقى في الريفيو بتاعنا. ده بني تجفيف شعر، الخامة مايكرو فايبر، قطيفة عالية الجودة، متوفر منه الوان كتيرة قوي، منها البامبا، بس انا ما حبيتوش لان البامبا بتاعه فاتح قوي، انا مش من انصار البامبا الفاتح. في غير اللون البامبا الفاتح، الازرق، البني، الاصفر، البنفسجي، وفي منه كمان البطيخي. ده بني بيستخدم بعد الشاور، هو عبارة عن بني شعر بحجم فوطة، له قدرة عالية جدا على الامتصاص، بيمتص المية من الشعر بطريقة رهيبة، سواء بقى شعرك طويل او قصير. الشعر بتاعك بسبب البوني ده لما هتلبسيه بعد طبعا ما تنشفي شعرك من المية كويس، هتلاقيه ان هو امتص المية من الشعر بتاعتك بعد وقت صغير جدا، خصوصا كل اللي شعرهم طويل مش بينشف بسرعة. فالبوني ده يعني حل سحري وجبار، سواء بقى الشعر طويل قصير الشعر هينشف وقت صغير جدا. يعني البوني ده بيتلبس بعد الشاور مباشرة، بعد بقى ما بتحطي الكريم او الزيوت اللي انت متعودة تحطيها في شعرك وبتسرحيه وتلفيه طاقية وبتروحي لابساه. فعلا اختراع رهيب، هتستخدميه بدون تعب او مجهود لشعر حرير صحي، بيستخدم لتنشيف الشعر بعد الشاور. الخامة بتاعته زي ما قلتلكم مايكرو فايبر، قطيفة، تغسلوه عادي في الغسالة، لا لونه ولا شكله هيتأثر او يتغير. الشعر الطويل والقصير بيعمل على تجفيف الشعر بسرعة، لتدفئة الرأس كمان بعد الشاور. شكله أنيق وجميل جدا، وهو صنع في الصين، هيخليك تجففي شعرك بطريقة صحيحة وسريعة. البوني ده هيساعدك في ان انت تتفادي تقصف الشعر وتقصره. زي ما انتم شايفين الكارت بتاع البوني مكتوب عليه مقاسه هو 1 سايز، بس زي ما انتم شفتوا ان هو مرن، يعني يلبس اي راس، وانه سهل في الاستخدام وخفيف في الوزن، وانه بيجفف الشعر بسرعة. هما كاتبين في التحذيرات ان هو ما يتلبسش لسن اقل من 8 سنين، وانا اعتقد لان هما خايفين مثلا من ان الاستك بتاعه ينزل عند الانف بتاع الطفل فيخنقه وهو نايم، ده اعتقادي. يعني سعر البوني الواحد ساعة ما جبته كان الواحد سعره 25 جنيه، دلوقتي بيتباع الواحد سعره 15 جنيه. جبته منين؟ من النيمكي جروب. مكانه فين؟ في سوق الخميس الجديد
خلف مجمع الأنصاري. فين الكلام ده؟ في ميدان المطارية، وده رقم الواتس بتاع النمكي جروب اللي انتم شايفينه على الشاشة. حط اللايك، ما تنسوش ترزعوا اللايك احسن لكم، وتشتركوا في القناة احسن لكم. انا قلت اهو، حط اللايك. ايه؟ ما تنسوش السبسكرايب بتاعي. لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.